نتكلموا على الكهرباء. حنا تمنينا لو كان السلطات المحليه جات على الاقل تجي في الليل تشوف اسيدي. شوف هاد الناس اذا كان اذا النقص كبير في الكهرباء. النقطه الثانيه قنوات صرف المياه. الناس هنا لو كان تشوف ما كاش لي زيكو راهم يقيسوا. ثالثا حتى القمامات اكرمكم الله. شوف الناس هنا عايشين بكل صراحه، وهذه من الحقوق الاساسيه. انا راني بنوه بحاجه برك، انهم ياخذوا المواطنين بعين الاعتبار ويلبوا لهم المطالب اللي هي حق اساسي للمواطن الجزائري. رانا شحال من خطره درنا لي رابور تاعنا الرئيس البلديه، ووصلت بينا حتى درنا رابور للبيئه، ما داروا والو. وين راهم؟ ما على باليش. وين راهي السلطات؟ ما على باليش. الله اعلم. انقطع التيار الكهربائي في منطقه سكنيه، اوريزمون طاحت في الليل، كون طاحت في النهار كانت تدي جريمه، يا تقتل واحد ولا زوج ولا ثلاثه ولا الله اعلم. ديجا ما عندهاش بزاف من اليسرات، قبل العيد الكبير طاح الخيط، فاتت امراه عفست كتلتها. مشكل تاع تريسينتي، مشكل تريسينتي قليل، تريسينتي هذا اللي قابلين اللي قطع راهم يقول لك ما يركبوش، يجينا شاف دايره هنا ويجي الوالي عنا. خاصنا الكهرباء، وراه خاصنا طريق كودرون، خاصنا شي قوات. حنا رانا في منطقه مهمشه، يخصنا ليسينيسمو، الضوء ما عندناش كاع، الضوء ما كاش كاع، شمعه، نتاع الفريجيدير ضايعين. الزوبيا حاشاك الزبل مخيب مقيس في الطرقان.